اهلا بكم من جديد ولسه مكملين في ليله من ليالي النادي الاهلي والاهلي الليله واحلى ليله مع باتريس كارتيرون. مستر باتريس قبل الفاصل طبعا يا ريت لو رايك في الكلام اللي قاله سيد سفير ستيفن روماتي عن انك لاعب مميز جدا واتكلم عليك بشكل كبير جدا وان السفاره هي بيتك الثاني وان انت ليك تجربه سابقه في وادي دجله. ça me fait très plaisir. طبعا حاجه تسعدني جدا وحاجه كويسه جدا منه اشكره عليها. انا كان حظي كويس ان كنت لاعب ومدرب في سانت اتيان. سانت اتيان هو نادي التاريخي المفضل للفلسطينيين واول نادي في التاريخ يوصل لنهائي ابطال اوروبا الانديه. Et comme je l'ai dit, le club préféré des Français. في حديث الشناوي مع حكم المباراة، شفت ده ازاي رغم ان طبعا كلنا عرفنا ان في جزاءات تم توقيعها على اللاعبين. Ben je pense que je respecte la décision du club. اعتقد انا بحترم اي قرارات تصدر من النادي بخصوص السلوك. En tant qu'entraîneur, après, انا كمدرب دايما بحاول احمي اللاعبين عندي دايما ميولي ان احمي اللاعب. Son attitude par rapport à l'institution, je comprends tout à fait. وطبعا انا ده كمدرب لكن بالنسبه لمنظومه النادي الاهلي انا مقدر طبعا اي حاجه خروج عن النص المفروض يقابل بعقوبه او عدم رضا. اللاعبين في الملعب ساعات بيعبروا عن حاجات لانه بيكونوا منفعلين غصب عنهم لان بيكونوا بيحاولوا يطلعوا افضل ما عندهم. اكرم بعد المباراه اعتذر كتير لانه عمل مباراه كبيره جدا وكان فعلا يعني اتضايق ان هو خد كارت اصفر خد انذار وده الكارت الاصفر ده كتفه ما اتاحلوش ان هو طريقه اللعب يلعب بكل حماس اللي بيلعب بيه وهو كان متحمس جدا في المباراه وعدم رضائه في حاله التغيير ده بسبب ان هو واحد كان يحب يزود اكتر للفريق ويصنع الفارق مع الفريق وانفعال هو خارج الانفعال على نفسه انفعال شخصي واعتقد بعد كده المفروض يستوعب الدرس وما يعملش حركه زي دي مره ثانيه. الشناوي اعتقد ان هو كان لما المهاجم الخصم كان عنيف معاه فهو طبعا انفعل وطلع منه تصرف يعني غير مقصود. طبعا لازم نتعود على ده لان اكيد هنقابل فرق كتير بعد كده هيحاولوا الفرق هتحاول تخلينا نخرج عن شعورنا وتعصبنا وانا اعتقد سواء الشناوي احمد او اكرم توفيق لازم يستغلوا الخطا اللي حصل والعقوبه اللي حصلت علشان ما يتكررش ويركزوا اكتر في اللعبه عن الحته النفسيه. لازم يكون لعيب محترف لازم يكون مركز اكتر في الملعب ويتحكم في انفعالاته. هل